موضوع السجاير للمرة الديشليون. ليه يا اخوانا بتقربوا من الكليوباترا؟ مش عارف ايه الحكمة من هذا العند في التعامل مع فكرة العدالة الاجتماعية. ما احنا قلنا 50 مرة انه العدالة الاجتماعية تقتضي ان انا علي اسعار السلع بتاعة القادرين. ارجوكم ما تجوش ناحية سلع محدود الدخل ومتوسط الدخل في المجتمع. النهاردة الشركة الشرقية للدخان اعلنت رفع ثاني، وانا قصد ان انا اقول ثاني لانه الشهر اللي فات كان في رفع اول، بقى النهاردة الرفع اسمها ما عرفش اخترعت حاجة اسمها جولدن ويست، ما عرفش ايه جولدن ويست دي الاخرى. جولدن ويست من 14.5 جنيه بقت ب15 جنيه، وسعر الكيلوباترا العادية بقت ب12.75 جنيه. وانا بح صوتي وزهقت من الكلام في الموضوع ده. يا جماعة خلوا علبة المارلبورو ب150 جنيه، خلوها ب10,000 جنيه. اللي معاه وعايز يتمزج بمارلبورو ودخان اجنبي وبتاع يدفع، والناس هتدفع، بس ما تقربوش من الكليوباترا. كوكو الضعيف ده حتى اسمها كوكو الضعيف، تيجوا على كوكو الضعيف واللي بيشربها اضعف منها. يا والله العظيم كأن الاجراءات دي هدفها ان احنا نطلع عين الناس، ان احنا نغلس على الناس. غلوا للمرة الاخيرة اهو، غلوا اسعار السلع الرفاهية بتاعة القادرين. ميريت، روثمان، دافيدوف، مارلبورو. لكن حرام عليكم يا جماعه، موضوع الكليوباترا واللايتس والبتاع ومش عارف ايه اللي الناس بتجمع القرش على القرش عشان تجمع السيجار ده، بيشتروهم فرط، بيشتروا الكليوباترا فرط، هيشتروها بعد كده اي عقاب؟ هروح بعد كده اقول له اديني عقب سجاره، مش هديني سجاره عشان مش قادر تمنها؟ زعلوا الناس على حاجات تافهه. ايه 75 قرش يعني؟ كانت ب 12 جنيه ونص بقت ب 12 جنيه 75 قرش. ايه الربع جنيه ده عمل ايه لموازنه الدوله يعني؟ عمل ايه للشرقيه للدخان؟ خلاها الغربيه للدخان؟ الله العظيم حاجة تضايق.